لماذا تتراكم الدهون في البطن وكيف أتخلص منها بسهولة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابع معي الفيديو بالكامل وأرجو منك أن تضع لايك واشتراك في القناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد على قناتي، وأرجو منك أن تتابعني على حسابي على انستغرام سوف أضعه لكم هنا. الله سبحانه وتعالى خلق جسم الإنسان ليقوم بتخزين البعض من الطاقة، لا قدر الله أتى الجفاف أو المجاعة، ليقوم الجسم مباشرة باستهلاك تلك الطاقة المخزنة التي هي على شكل دهون. هذا فقط مثل بسيط، ولكن السؤال لماذا تتراكم الدهون في البطن فقط؟ فهناك بعض البشر يقوم جسمهم بتخزين الدهون في الذراع أو الصدر أو الجزء السفلي مثل الأرداف، والبعض تخزن لديه الدهون في بطنه، ولكن السبب الحقيقي وراء تراكم هذا الدهون وهو نظام غذائي سيء زائد قلة الحركة وعدم اهتمام بصحتك حتى فوات الأوان. لكن لماذا تتراكم فقط في منطقة واحدة؟ يا أجمل المتابعي، السبب وراء تراكم الدهون في منطقة واحدة في أجسامكم هي نتيجة انخفاض هرمون التستوستيرون، وهذا الهرمون لديه علاقة كبيرة بتوزيع الدهون في الجسم. وإذا كان هذا الهرمون مرتفع في جسمك سوف يقوم جسمك مباشرة بتوزيع الدهون بشكل متساوي، لذلك يجب عليك رفع مستوى التستوستيرون في جسمك. سوف تقول لي كيف سأرفع هذا الهرمون، ياك هادشي اللي غادي تقول لي. ما عليك الا مشاهده هذا الفيديو او هنا، لا اعلم، المهم دائره بيضاء ستظهر هنا ام هنا. اليك بعض الامور التي تؤدي الى تراكم الدهون في بطنك او انتفاخ بطنك. اولا، تناول الطعام بشكل سريع تؤدي الى انتفاخ البطن بسبب عدم هضم الطعام بشكل صحيح. ثانيا، عدم شرب الماء بشكل مستمر، هذا أيضا يؤدي إلى انتفاخ بطنك، فالماء يساعد على حرق الدهون. ثالثا، قلة الحركة، هذا أيضا يقوم بانتفاخ بطنك بسبب عدم حرق السعرات الحرارية التي تناولتها. رابعا، نظام الغذائي السيء أو العشوائي، أنك تتناول أي شيء. خامسا، تركز فقط على تمارين البطن لوحدها وبالتالي سوف تقوم بانتفاخ بطنك. يجب أن تتمرن جميع عضلات جسمك لأن الجسم يحتاج إلى توازن في التمارين. لنكون متفقين يا متابعي على نقطة مهمة، لا يمكن أن نقوم بإزالة الدهون في منطقة واحدة في الجسم إلا بعملية الشفط. بعدما تعرفنا على الأسباب، إليك 8 خطوات سوف تساعدك على تخلص من تراكم الدهون في بطنك. أولا، تناول الألياف القابلة للذوبان. ثانيا، ابتعد عن الدهون المهدرجة. ثالثا، حاول دائما من تقليل من الضغط العصبي. رابعا، مارس الرياضة في هواء الطلق. خامسا، غير نمط حياتك وتخلص من الروتين اليومي. سادسا، جرب أن تقوم بالصيام المتقطع فإنه مفيد لمن يريد أن يتخلص من تراكم الدهون في بطنك. سابعا، النوم الكافي تقريبا 8 ساعات إلى 9 ساعات ليلا، وركز على كلمة ليلا. ثامنا، ركز على تمارين المقاومة مثل تمارين الكارديو وتمارين لعضلات جسمك بالكامل. وهنا تنتهي حلقتنا يا متابعي، ولكن السؤال المطروح، ما هي الوجبات التي ترفع من معدل إفراز هرمون التستوستيرون؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فكن في الموعد يا أجمل متابع، ولا تنسى الضغط على زر اللايك مع الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس. وأقول لك شكرا كثيرا على المشاهدة، واترك لي كلمة بوم في التعليقات. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم، ليتس جو. وقبل أن أنسى، أريد أن تترك لي في التعليقات رأيك حول شرح هذا الفيديو. حكيم الماجيسيان، بوم.